وقع صدام داخل قيادات الثورة آنذاك، ولا زال مؤتمر طرابلس الذي شهد هذا الصدام سنة 62 ما زال مفتوح لحد الآن، بمعنى أن لم يغلق هذا المؤتمر منذ سنة 1962. كانت هناك تيار يريد السيطرة على السلطة بالقوة، وكان هناك تيار يقول لا، لابد من المرور عبر انتخابات وعبر مجالس. التيار الذي كان يريد السيطرة على السلطة بالقوة هو تيار بومدين رحمه الله، رئيس بومدين ومن معه، وهما جيش الحدود. والتيار الذي كان يرفض ذلك مجموعة كبيرة من شخصيات وقيادة الثورة بما فيهم أباء الثورة مثل بوضياف رحمة الله عليه، مثل أيت أحمد وآخرين. لكن التيار الانقلابي فرض الأمر بالقوة بالمدافع، دخلوا إلى العاصمة بالمدافع وعينوا بن بلة رئيسا للدولة، وإما قتلوا أو اضطروا آخرين إلى الهروب مثل أيت أحمد وبوضياف إلى آخره. أي قيادات الثورة الأساسية هربت إلى المغرب وإلى أوروبا إلى آخره، التي كانت تتبنى الطرح الثاني. الطرح الثاني وهو الطرح المدني، بحيث تكون هناك دولة مدنية يختارها الشعب وتكون تعود الكلمة للشعب وتعود الكلمة. كان هناك برلمان، فكان أول انقلاب في تاريخ الجزائر هو انقلاب جيش الحدود على البرلمان الذي كان قائما آنذاك، والحكومة المؤقتة لصاحبها يوسف بن خضر رحمه الله. ثم الشعب الجزائري خرج في مظاهرات يرفض، وقيل آنذاك كلمة شهيرة هي 7 سنين بركات، يرفض الصراع ما بين المجاهدين أو ما بين الثوار. هنا في هذه اللحظات مودين ذكي يقوم باستخدام مجموعة من الذين كانوا في الجيش الفرنسي ضباط وصف ضباط، يقوم باستخدامهم في مواجهة الثوار، لأن أغلبية الثوار رفضوا الانقلاب الذي قام به مودين. يقوم يأتي بهم ويضعهم في مراكز حساسة، ويحدث خلاف في حول هذه الموضوع حتى داخل جناح بومدين، أي ما عرف فيما بعد بجناح وجدة، ويقوم هناك من يعترض، فتقوم أيضا اغتيالات أخرى مثل قتل شعباني ومثل قتل خيذر وآخرين. في 65 بومدين يستلم السلطة مباشرة ويزيح بن بلة من الحكم ويضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 13 سنة. في هذه السنوات بومدين بكل تأكيد كان يريد تثبيت سلطته، وكان يريد جعل الجزائر دولة قوية بمؤسسات إلى آخر، لكن للأسف الوسيلة التي استخدمها كانت وسيلة خاطئة، وهي الاعتماد على الضباط الذين كانوا في الجيش الفرنسي، أي الذين كانوا يقاتلون مع فرنسا ضد الثورة الجزائرية، ضد الشعب الجزائري. ربما سنتطرق في سياق هذه الحلقة إلى الدور الخارجي، ولكن لنبقى الآن في نعم يعني أنا أتيك لأن هذه النقطة مهمة. هذه النقطة المهمة أن هؤلاء الضباط الذين كانوا آنذاك ضباط صغار، بعد ما يموت بومدين سنة 78 يأخذون مناصب أهم، ثم يصلون إلى مراكز أساسية في منتصف الثمانينات، يصبحون جنرالات. هؤلاء كثير منهم أحياء، خالد نزار وزير الدفاع، العربي بالخير الذي كان رئيس الديوان ورئيس الداخلية أثناء الانتخابات، محمد التواتي منظر الجيش، جنيزية، بوضياف، لا بوضياف، لا بوضياف كان من قيادات الثورة الرئيسية. هؤلاء هم الذين سيقومون بالانقلاب يوم 11 يناير 1992 ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الناس تختلف في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في طروحاتها وفي بعض شخصياتها، ولكن مما لا شك فيه أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فازت بانتخابات حرة معبر عنها. هذه هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التي نشرت الإحصاءات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ آنذاك. وفي هذه الإحصاءات، وهذه جريدة رسمية ما زالت قائمة، 188 مقعد للجبهة الإسلامية، 25 مقعد لجبهة القوى الاشتراكية، و16 مقعد لجبهة التحرير، وثلاث مقاعد للمستقلين في الدور الأول. وكان باقي دور ثاني كان المفروض أن يجرى يوم 16 أو 17 يناير، لكن حدث الانقلاب وتم الإطاحة بالشاذلي بن جديد، لأن الشاذلي بن جديد رفض إلغاء الانتخابات، قال هؤلاء فازوا، أنا سأحترم كلمتي للشعب وأعطيهم الحكومة، إذا خرجوا على الإطار الدستوري سأقيل هذه الحكومة وحل البرلمان. وإذا من يعني ليس أي معسكر كان شاذلي بن جديد. شاذلي بن جديد رفض أن يكون طرف الصراع، بمعنى أن الصراع ظهر وكأنه ما بين الإسلاميين، ما بين الجبهة الإسلامية التي فازت في الانتخابات، هي فازت ديمقراطيا يعني بكل ديمقراطية، وما بين، وكان بالمناسبة كان أول فوز شعبي منذ عمر بن عبد العزيز، أول مرة حكومة شرعية يختارها الناس في العالم الإسلامي. طبعا بعدين جاءت حكومات أخرى اختيرت شعبيا يعني لم تكن مزورة، لأن الحكومة التي أشرفت العربي بالخير، جنرال العربي بالخير، هو الذي أشرف على الانتخابات، كان وزير الداخلي، هذا سنجده من بعد هو منظر للإنقلابيين ولكبار الجنرالات.